تصدرت ولاية صفاقس خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية قائمة الولايات بنسبة 18% من الإضرابات حسب المؤشرات الإحصائية التي نشرتها مؤخرا وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد سجل القطاع الخاص بصفاقس أعلى نسبة من الإضرابات منذ بداية السنة الحالية. وحسب ما أكده النقابيون فإن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس نجح في إلغاء وتأجيل العديد من الإضرابات لترك المجال لإيجاد الحلول وتوفير مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات الخاصة والعمومية. إذا ثم إضرابات تم تنفيذها في صفاقس مش معناه أن معناه الوضع الاجتماعي موش باهي ولا العلاقات الاجتماعية في أغلب المؤسسات مش طبيعية. الحال هو أن أغلب العلاقات الاجتماعية في مؤسسات جهة صفاقس راهي جيدة. 62 إضراب تم إلغاهم عبر الحوار وعبر الجلسات الصلحية على مستوى الولاية، معناه من 140 إضراب تم إلغاء 62 إضراب. من أمثلة اللي نجم نذكرها لكم توا في تأجيل حرصنا على عدم القيام بالإضراب هو تأجيل برقية إضراب في السكك الحديدية نقابة المتنقلين أكثر من 6 أو 7 مرات. نعتبر أنه برقية الأضراب هي طريقة من طرق الحوار وهي اللي تجمع الناس كل حول مائدة حوار للخروج بحلول في الاتجاهات هذه. وتعتبر المطالبة بتوفير ظروف عمل لائقة وصرف الأجور وتحسينها الأسباب الرئيسية للإضرابات. الطاقة الشرائية للمواطن وللعمل معناها تدهورت بصفة ملحوظة، وبالتالي أصبح العمال عندهم مطلب ملح وهو تحسين وضعهم المادي. طالبوا مثلا بإيجاد مقاييس إنتاج في مؤسساتهم ومصانعهم، ومقاييس إنتاج تعرفوا احنا عندما معناها يتخذ في شأنها اتفاق يعقد في شأن اتفاق تفيد المؤسسة وتفيد العامل. تم تنفيذ 29 إضراب جزئي بيوم أو بيومين نتيجة معناها تعنت بعض أصحاب المؤسسات اللي زادك في كيف ما حبوش يلبيوا أدنى المطالب اللي هي قانونية. وقد أكد لنا أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس أن نسبة الإضرابات العشوائية بالجهة قد انخفضت بشكل غير مسبوق منذ الثورة نظرا للهيكل النقابي التي شهدتها عديد المؤسسات الخاصة وارتفاع نسبة العمال المنخرطين صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.